مرت علي الآية الكريمة التي تقول: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. نعم. الذي ذكر الآية ذكرها فسمعتها كما لو كنت أسمعها أول مرة، سبحان الله. وتوقفت عند يعلمهم، يعني يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكي. ويزكي، نعم. كان يتكلم عن التزكية وكنت أفكر في الحكمة. نعم. استرجعت في ذهني ما قرأت وما مر علي من كتب التزكية، تزكية النفس. نعم. ووجدت في ذهني عشرات العناوين وعشرات الأسماء من العلماء ومن أصحاب التصوف ومن أصحاب الميول التزكوية في التراث وفي التاريخ. كذلك ذهب عقلي لاستحضار كثير من الشرائع، الكتب اللي يعلمهم الكتاب اللي هي الشريعة الإسلامية، فوجدت يعني مئات وآلاف الكتب يمكن أن أستحضرها، وكذلك العلماء في مجال الشريعة بعلومها الرئيسية الأربعة: الفقه والحديث والعقيدة والتفسير. لكني لم أجد في ذاكرتي كتابا عن الحكمة ولا عالما مختصا في الحكمة. سبحان الله، صحيح.